السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج هذا ديننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وآيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن الجن، لدرجة أني في سورة كاملة باسم الجن وهي سورة الجن. إذن الجن موجودون بيننا، خلق من خلق الله تبارك وتعالى. من هم الجن وكيف يأذي الجن الإنسان وكل ما يتعلق بالجن، وخاصة في هذه الأيام التي كثر فيها الدجالين والمشعوذين، نتعرف على كل هذه الأشياء من فضيلة الدكتور أيمن علي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا، شرفتنا. فترة كبيرة، ريحنا شوية 3 شهور وعدنا لله الحمد. ما هو لابد نعود، لابد الحمد مش عاوزين نترك الموضوع كده للدجاجلة. هذه نعمة والله، الحمد لله. مشاهدينا الكرام، الدكتور أيمن علي محاضر جامعي وراق شرعي، وكمان عنده مركز رئيس مجلس إدارة مركز طيبة، والمسؤول عن مركز طيبة للرقية الشرعية في قرية العزيزية من الأمح. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك، حياك. احنا نبدأ بقى، عاوزين عشان برضو لسه في بعض الناس مش مقتنع ان في جن، مش مصدقين ان في جن نهائي خالص. يعني انا مثلا، انا ممكن محسن ما خلاص انا معتقد ان في جن فعلا، لكن ايه اللي بعد كده يعني هحاسب عليه وهقول لحضرتك. لكن في ناس فعلا لحد دلوقتي وبيننا وفي الكنترول دلوقتي مش مصدقين ان في جن. حضرتك، من هم الجن؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابهم ومن اقتفى. ثم أما بعد، أولا أسعد بتجدد اللقاء مع حضرتك في هذا البرنامج الطيب. وكنا قد بدأنا سلسلة منذ عدة شهور عن السحر وعلاجه وأنواعه، والفرق بين الدجل في هذا الأمر وبين العلاج الشرعي الصحيح. اليوم نتكلم إن شاء الله عز وجل عن موضوع خطير جدا، وهو موضوع الجن، وهو موضوع ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله. وقد تفضلت ببداية طيبة بذكر قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبذكر سورة كاملة في جزء تبارك، ألا وهي سورة الجن. فأقول لمن ينكر وجود الجن: ألا تتقي الله عز وجل حينما تقرأ كتاب الله وتجد أن فيه سورة تسمى سورة الجن؟ كيف تنكر مخلوقات ذكرها الله عز وجل، بل خصص لها سورة كاملة؟ الجن هم خلق من خلق الله، خلقوا قبل آدم وسكنوا الأرض قبل نزول آدم عليه الصلاة والسلام، وهم وصفهم الله عز وجل بطبيعة تختلف تماما عن طبيعة الإنس. لهم أنواع، لهم أماكن يسكنون فيها، وستأتي معنا إن شاء الله عز وجل الأسئلة. لكن وجب على كل مسلم ومسلمة وكل عاقل وعاقلة أن يؤمنوا إيمانا جازما بوجودهم، لأن من أنكر وجودهم فقد أنكر القرآن والسنة قولا واحد، وهذا كفر والعياذ بالله. عشان برضو يعني في ناس ما تعرفش فعلا، نعلمهم ونقيم عليهم الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو أن من أنكر قال: أنا لا أعلم، علموني، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لعلمناهم. لكنني عندما أرى رجلا حاصل على شهادة كذا وكذا في الهندسة وفي الطب ويفتي في شرع الله ما لم يأذن به الله وما أنزل الله به من سلطان، أقول له: يا أخي، يعني كما يقول ادي العيش لخبازه، أنت رجل تخصصت في الكيمياء، خليك في الكيمياء، فلا تفتي في أمور لم يعلمك الله إياها ولا دليل عندك. فالجن موجودون وهم يعيشون بيننا، وهم أنواع، وسنذكر الكلام عنهم إن شاء الله. قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر أو إلى سؤال آخر فضيلة الشيخ،
في مكالمة استاذنك فيها عشان اول اول حضرتك ما ظهرت على الشاشة. بسم الله ما شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لو نرفع الصوت في حاول. لا 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 الاتصال انقطع. حاول تتصل بنا مره اخرى. شيخنا الفاضل احنا عرفنا كده الجن. طب يعني برضه في سؤال كده يعني يعني سمي جني جني ليه؟ يعني الجن لماذا سموا بهذا الاسم؟ جميل. الجن لغه من الخفاء، ولذلك سمي الجنين جنينا لانه يختفي في رحم امه. وقال تعالى: فلما جن عليه الليل اي ستره ودخل فيه. فالجن خلق لا يرى، ولذلك قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهم يروننا لكننا لا نراهم، وهذا من فضل الله علينا أن أخفى الله رؤيتهم عنا. والله نعمة، نعمة أن الله عز وجل جعلهم يروننا وجعلنا لا نراهم. معلش يعني كل شيء بقدر، بس لكن الحكمة بقى يعني يعني معلش يعني شيء كويس في إيه؟ أنا بحارب حد أو مثلا بيأذيني وأنا مش عارف مثلا. جميل. هم مخلوقات بشعة المنظر، هذه حقيقة، مخلوقات مرعبة المنظر طبعا بالنسبة للبشر. فلو أن الله أظهرهم لنا والله لمتنا من الخوف. ولذلك يعني حتى إذا رآهم الإنسان في منامه يقوم مفزوعا في المنام فقط. تمام. فما بالك لو رآهم في اليقظة. شيخنا الفاضل بقى يعني. احنا كده عرفنا الجن من هم الجن. وعرفنا ان ليه سموا الجن. نعم. تمام. وعاوزين نعرف بقى بيعيشوا فين، يعني برضو في ناس كده يعني لهم مكان معين. نعم. ولا ممكن يبقى موجودين معنا كده في اي مكان إن كان. نعم. يعيش الجن في عدة أماكن ذكرت في عدة روايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام. ومنها طبعا الخلاء. الخلاء يحتمل أمرين. الأمر الأول المراحيض أعزكم الله، وهم الحمامات التي يقضي الناس فيها حاجتهم أجلكم الله. وهذه أنواع تسكن هذه الأماكن وتسمى الخبث والخبائث. أمرنا رسول الله بالاستعاذة منهما. والخبث هم ذكور الشياطين والخبائث الإناث. هنكمل يا شيخنا بعد التصوير. بيعيشوا فين؟ ولكن بعد الأستاذة جواهر. تفضل. من أسوان. جوادة من أسوان. جوادة من أسوان. جوادة أهلا وسهلا بحضرتك. جوادة من أسوان. جوادة حضرتك. حضرتك احنا اقوى من الجن بكثير. العبد المؤمن اقوى من الجن بكثير، والدليل على كده في سورة سليمان، والشيخ عارف الكلام ده. الرجل الصالح جاب عرش ملكة سبأ في طرفة عين، على الرغم من ان اقوى انواع الجن ما قدرش يجيبه الا لحد ما يقوم سيدنا سليمان من مقامه يا ما يخلص جلسته. اذا احنا اقوى من الجن بكثير. اكيد. بس المطلوب ان احنا نتحصن ونحفظ نفسنا من شر هؤلاء الجن. تمام تمام. عشان لما نوقع أو أي شيء إحنا بدون قصد أذاهم إن إحنا نكون متحصنين من شرهم، ما يقدروش يقربوا عندنا. ولو حصل إحنا نرقي نفسنا ونتحصن بأحصان بحصن الله، وما يقدروش يجوا عندنا. لأن إحنا أساسا كلما الإنسان زاد إيمانه الشياطين ليس لهم سلطان إلا على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون، هو ده سلطان عليهم. لكن تمام. غير كده المؤمن ملوش سلطان الجن عليه. تمام تمام. في سؤال معين يا استاذه؟ نتحصن بذكر الله وما نشغلش نفسنا الا بالشيء اللي يفيدنا. نشغل بالنا بالعلم، نشغل بالنا بالافاده، ما نشغلش بالنا بعالم ثاني احنا ما لناش فيه، ما بنشوفوش، احنا نتحصن منهم وبس. تمام تمام. متشكرين جدا يا فندم على هذه النصيحه الغاليه. شيخنا استاذه من اسوان بتقول يعني احنا ما نشغلش بالنا بالايه؟ يعني هنشغل بالنا بقى بالجن وبعالم خفي. هو طبعا لكن انا بقولها بحضرتك. اللي احنا ان هم موجودين. الحمد لله انها يعني لم تقل انهم غير موجودين. كان مصيبه ثانيه يعني. لا موجودين، لكن الحمد لله تعتقد ما نعتقده يعني. وفي هم موجودين، هم موجودين بس فعلا بيأذوا. طبعا. او معنى صح في ناس بتستخدمهم في الإذاء. هم فعلا يعني هذا الذي سنثبته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب. والكلام عنهم ليس من فضول الكلام كما تعتقد هذه الأخت الفاضلة، لأنها عافاها الله. لو أوذيت أو أوذي شخص من طرفها لعلمت أن هذا اللقاء من أهم اللقاءات، وأن هذا الموضوع من أهم الموضوعات. وهذا ما يستدعينا أن نفرد لهذا الموضوع لقاءات ولقاءات. ثقافة شرعية عقيدة. أكيد. الأخت الفاضلة أنا مش ضدك على فكرة، أنا رأي من رأيك. لا أنا وافقتها لأنها لا لو خطأ لا.
كنت رديت عليها. لا انا اقصد ايه، انا اقصد ان انا رايي من رايها، يعني انا هشغل نفسي بالعالم. وكنت لسه قايل لك قبل الحلقه مباشره يا شيخنا انا هشغل بالي بال، احنا نشغل. ففهمتني، لا فهمتني حضرتك. نعم. فهمتني ان ده مخلوقات وموجوده. نعم. فعلا. نعم. يعني ما نقدرش ننكرها. صح. وثابت اذاهم، لكن هل وثابت اذاهم ده ثابت اذاهم في القران والسنه. هل احنا قلنا ان احنا نقعد ليل ونهار نتكلم في الجن وندرس ونعمل فقط ونسيب عبادتنا؟ انا ما قلت ذلك. احنا هي دخلت مره واحده. احنا يا اختي الفاضله بشده، يعني احنا يا اختي الفاضله اصلي برضه هي عندها يعني ماشي معذوره. طبعا معذوره. ليه؟ شافت معلش يعني من يدعي المشيخه زي ما بيقولوا. كتير كتير. وبسم الله وانا اعذرها، اللحيه قد كده اعذرها وغيرهم وغيرهم كثير وغيرهم كثير. فطبعا لا، وعلى القنوات الفضائيه دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني خصيصا القنوات للدجل والشعوذه وغير ذلك. لكن انا فاختلط فاختلط الامر ان احنا ما نهتمش. لا معلش برضه نعذرها، فاختلط الامر على المشاهدين فنعلمها ان شاء الله. ايوه طبعا يعني انا بتعلم انا كمان وحضرتك يا استاذ. لا بأس ابدا، نتعلم. لا بأس. احنا دلوقتي احنا بيعيشوا عاوزين نكمل يعني بيعيشوا في عزك الله في المراحيض. اول شيء والخلاء، اماكن الخلاء. والخلاء نوعان. تمام. خلاء للمراحيض عزك الله، والخلاء الفلوات او الاماكن الفلاة وهي الصحراء. صحراء. وهي من اهم اماكنهم، يعيشون ويبنون ويدرسون ويتعلمون. عالم مثله مثل الانس تماما. والأماكن المهجورة. والأماكن المهجورة. ثالثا الجحور، جاي لحضرتك. الجحور وهي الأماكن الحفر التي، ولذلك نهى رسول الله عن البول فيها لأنها ربما تنزل عليهم هذا، ينزل عليهم هذا الأذى. أيضا يعيشون في الأماكن المهجورة، الأماكن المهجورة التي لا يسكنها البشر. أيضا يعيشون في أماكن بعض البشر وهم العمار الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للبيوت عوامر، والذين قال فيهم رسول الله وصنف يضعنون ويرحلون. يعني عايشين بينا في بيوتنا عايشين وشايفيننا بس احنا مش شايفينهم. هل يقع منهم اذى؟ يقع من هؤلاء ايضا العمار اذى، وسنتكلم عنه ان شاء الله عز وجل. طيب يعني قبل ما ننتقل لانواع الجن بس معنا ام كمال معنا على الاتصال. اتفضل. السلام عليكم ام كمال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. عندي حالة عروسة عندها 28 سنة. فكل شوية عايزة تخش الحمام وبتطلع، وقاعدة في الحمام على طول وما بتطلعش، وإن جت تشدها الساعة 3 بالليل تصور. متزوجة من إمتى؟ كم شهر أو كم يوم؟ بتقول متزوجة من إمتى؟ هي ما اتجوزتش يا بنتي لسه يابا. حضرتك قلتي عروسة يعني. عمرها 28 سنة. عمرها 8. ربنا يسرها ويسر بنات المسلمين جميعا. يا رب. ماشي. الشيخ هيرد، الشيخ هيرد على حضرتك. هجاوبك. حاضر. اتفضل يا شيخنا. طبعا دي حاله يعني مس لا شك فيها طبعا. يعني في فعلا من حالات المس ان الواحد يبقى يحب دخول الخلاء. طبعا. لان هم الخبث. ليه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من الخبث والخبث؟ الخبث ذكور الشياطين، وهؤلاء نسميهم شياطين الحمامات. نوع من الجن يسكن الحمامات. فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الرجل او المراه أن تدخل بالرجل اليسرى ويقول أو تقول أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللي بيقعد كتير في الحمامات بيتأذي منهم، لأنهم يعيشون ويرون من يجلس لقضاء حاجته، خاصة إذا لم يستعد. فما دامت تدخل كتير وتقعد كتير، وخلي بالك يا أستاذ محسن، هذا المثال وهذه الحالة ستأتي معنا من ضمن أسباب أذى الجن للإنس، وهو المكوث في الحمامات لفترة. بعض الناس بيدخل يغني جوه، وبعضهم طيب يمسك كتاب يقرأ. بالنسبة للأخت الفاضلة ننصحها بإيه؟ طبعا دي حالة مس ممسوسة من الجن، يقرأ عليها، تقرأ عليها الرقية الشرعية، وهنتكلم عن الوقاية والعلاج إن شاء الله في آخر الحلقة إن شاء الله. طيب يا شيخنا الفاضل، أنواع بقى الجن بقى يعني لهم أنواع كده؟ طبعا طبعا. ممكن نتعرف على أنواعهم؟ قال أهل العلم إن الجن عالم كعالم الإنس تماما. قال تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قال أهل العلم هم أنواع ومذاهب وأديان شتى، فمنهم المسلمون وغير المسلمين، منهم المذاهب الإسلامية الأربعة، منهم الديانات الأخرى، ديانات الكفر من غير الإسلام، منهم اعتقادات وأفكار كما يوجد في الإنس تماما. لكن طبيعة أجسامهم لها أنواع، ومنها نوع يسمى الضوئيون. وهؤلاء هم جن نصيبين الذين أسلموا
في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأ رسول الله عليهم القرآن، ومنهم الجن القمريون يتعلقون بولادة القمر، ويستخدمهم السحرة في أذى المسلمين في ثلاثة أوقات: أول الشهر الهجري، وسط الشهر الهجري، آخر الشهر الهجري، لأن الشهور العربية الهجرية شهور قمرية مرتبطة بولادة القمر وغيابه، فيستخدمونهم لأذى الإنس. منهم الجن الترابيون، منهم الجن المائيون يسكنون في البحار، يقول لك أنا شفت جنية على شط البحر أو فعلا يسكن. منهم جن الترابيون المقابر. نعم، مش أساطير يعني؟ لا لا أبدا إطلاقا. شوف يعني يا أستاذ محسن، كان يقولوا مثلا زمان كده ماشي، كان يقولوا ايه عند الشجرة دي كده في الترعة الفلانية كده شفت جنية. هذه حقيقة يا أستاذ محسن، ليس من رأى كمن سمع، ولذلك في نداها برضو الأستاذ علي. في نداها، مهندس الصوت بقولنا في نداها برضو. في والله، وظهرت، وبالذات كانت تظهر في القرى، وآبائنا وأجدادنا شافوا. في نداها شافوا. تنادي نداها، والذي أفلامه خلاص. لا لا، نوع من أنواع الجن يسكن المياه العذبة والمياه المالحة والترع والمصارف أعزك الله، وهؤلاء يظهرون في وقت الليل أو في وقت القيلولة التي لا يمشي فيها أحد في الشوارع. ظهرت، ليس من رأى كمن سمع، الذي أنكر إذا ابتلي سيعلم أن ما نقوله. صدق والله شخص. ربنا يعافينا ويعافيك، اوعى تجي لي مركز طيبة. أنواع كثيرة. الأنواع كثيرة كما ذكرت، منهم الجن الترابيون يسكنون المقابر والتراب، وهذا طبعا لكل نوع خطورته ولكل نوع تخصصاته. لكن طب قبل ما ندخل في تخصصات كل نوع يا شيخ، معلش معايا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ. ممكن أتواصل مع الشيخ؟ تفضل، الله يحفظك. تفضل يا شيخ، بس الصوت، بس الصوت، علي الصوت شوية. معلش بس الجماعة هدايا الشيخ مقصود يعني. طب يا أستاذ كده، حضرتك من الشرقية صح؟ من جنب بلد الشيخ، من هيهية. أهلا وسهلا بحضرتك. من هيهية؟ محافظة الشرقية. نعم، محافظة الشرقية، أحسن ناس على فكرة، مش عشان الشيخ موجود بس، لا، أفضل ناس فعلا وأحب الناس إلى قلبي فعلا. الله يحفظك أستاذ محمد عبد السلام. مرة معنا دائما بيتنا يا شيخ في مشاكل على طول، ونجار ومشاكل ربنا يعلم. في البيت تقصد؟ في بيتك؟ البيت. أيوة. حتى وانا بتكلم بيغطي الشيخ. هو حضرتك أستاذ أحمد، حضرتك متزوج؟ متزوج. طيب، مشاكل بلا داعي تقصد يعني، مشاكل بدون سبب؟ مشاكل يعني بين أم وأبويا، أسهل أسباب. حتى أنا بكلمك دلوقتي قلبي مش حاي يعني، مش عارف مالك كده. الشيخ في أسئلة معينة هتطلع، هجاوب حضرتك. حاضر، شكرا أستاذ أحمد، شكرا. معلش قبل ما نبدأ الحديث برضه في بعض حاجة كده يعني، مثلا ممكن مش عشان أستاذ أحمد والله. بيحصل كتير قوي. وخاصة النساء، أنا مش متحامل على النساء ولا حاجة يعني، أبص لها تعمل مشكلة في البيت ويعني بقول إيه، تعمل نفسها مساها حاجة أو معلش في لفظة الخير، تقول لجوزها أنا ملبوسة، وتعمل مش عارف إيه، وتعمل هيصة عشان تنقل في مكان آخر. بص، يبقى هي يعني مش عاوزة مثلا الحاجة أو الحاجة حماها أو حماتها يعني، مش عاوزين مثلا. في حاجات معينة فعلا بتحصل قدامي وشفتها وهي لا، هذا واقع، هذا واقع وموجود. أستاذ محسن، ليس كل من تعب يعني، مش كل واحد صدع نقول ده معمول له عمل، وانا قلت الكلام ده في اخر حلقه مع حضرتك. احنا كرقاه زي الاطباء بنكشف على الشخص، ولذلك الذي يدعي انه ممسوس او مسحور او معيون، انا كراقي طبيب بعض، وجات لي حالات زي كده، امراه كان بينها وبين زوجها مشاكل وتدعي انها ممسوسه، واول ما جابها عندي وبدات اقرا عليها بخبرتي 25 سنه عرفت انها تمثل. احنا طبعا مش عاوزين الستات يزعلوا منا، لكن هذا واقع، والرجالة بيغلطوا برضو لحسن نقوله الشيخ متحامل على النساء، لا، لكن احنا كرقاة زي الاطباء، ولذلك من وجد من زوجته امرا غريبا فليعرضها على راقي شرعي متخصص، ما يكونش نجال، يكون راقي شرعي يعالج بالكتاب والسنة ولا يستعين الا بالله، ما يكونش معاه خدمة وبيستعين بشياطين ويقول انا بعالج بالجن. واسم والدتك ايه واسم والعياذ بالله. وده هنتكلم فيه إن شاء الله عن الفرق بين الراقي والدجال. فالتي تدعي أن بها مس أو سحر تكشف قبل الادعاءات، عشان الأستاذ أحمد برضه أكيد منتظر هذه المكالمة، تنصحه بإيه؟ إذا وجدت المشاكل في البيت بلا سبب، ومرت علي أنا في خلال 25 سنة علاج بالقرآن آلاف الحالات زي كده، نقول يحتمل وجود جن في البيت، العمار وأذى العمار شديد، لكن
لا يؤذي العمار أهل البيت إلا إذا كانوا مقصرين في حق الله. فنقول داوموا على ذكر الله عز وجل، حافظوا على صلاتكم، على صلاتكم، حافظوا على قيام الليل، اقرأوا سورة البقرة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال اقرأوا سورة البقرة، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ، حط تحت تقرأ دي 100 خط، الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ليه؟ يجي لي واحد مركز طيبة يقول لي هشغلها وخلاص، أقول له لا يا حبيبي، لازم تقرأ، لأن النبي قال اقرأوا، ما كانش فيه على أيام الرسول صب ولا جواله وواتساب. يعني الأفضل القراءة. نبعد المعاصي عن بيتنا، الأغاني والأفلام والمسلسلات والبلايا، نكثر من تشغيل مجالس العلم. قال تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة. في أفلام تاريخية يا شيخ، تاريخية أو ما يكونش فيها محرمات حلال، إنما أنا أقصد ما حرمه الله ورسوله ما يشتغلش في البيت. يعني الأفضل إن احنا نقرأ بأنفسنا. طبعا نقرأ. أما الواحد بيشغل، أنا ما أعيش يعني في البيت بشغل الكمبيوتر وخلاص، هو شغل سورة البقرة. بتريح دماغك يعني. لا من النهاردة تقرأ إن شاء الله عشان ما تجيليش مركز طيبة تاني. احنا عاوزين نجعل بيوتنا مساجد بكتاب الله وسنة رسوله. احنا ما قلناش إنك هتقعد تصلي ليل ونهار. لا. لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا، زي ما بجري على لقمة العيش وبشتغل بالساعات والساعات، لازم أنور بيتي بكتاب الله وبسنة رسول الله. تمام. قبل ما ندخل في صور بقى، صور الـ الأذى، لا مش صور الأذى، صورهم. حاضر. يعني ممكن يعني يتمثلوا في ايه. تمام. ناخد هذا الاتصال. أبشر، تفضل. أستاذ إسماعيل، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ حياكم الله، تفضل. مع حضرتك. الله يبارك فيك. انا والله من 5 سنين لقيت حاجه في المرتبه عندي، حاجه كده بتلمع زي الشبه وملفوفه ورق. يعني تقصد حضرتك؟ الله اعلم. فقمت واخدها ورميها في الحمام. بعديها بسنه لقيت ورقه ورا المصحف في المنتخب اللي انا بقرا فيه، الفصل بتاع مجمع الشؤون الاسلاميه، كلها طلاسم حمراء وأوراق وكلام أنا مش فاهمه. خط وديته للشيخ الجامع. قال لي طب سيبها معايا، في واحد بيعالج بالقرآن أوريها له. فلما رحت الجمعة الجاية الراجل قال لي احمد ربنا ده دي مليانة بداوي. وما قاليش إيه هي. وأخدها قال لي خلاص توكل على الله. أنا بقى بسبب المشاكل ديت عزلت ورحت القاهرة الجديدة. خدت بال حضرتك؟ تمام. بس ليا ابني برضه عامل معايا، ابني 34 سنه وعامل معانا مشاكل وقربة على الاكل، مش هاكل ده، مش هعمل ده، وما بيسمعش الكلام. ومش عارفين نعمل ايه، وفي مشاكل بيني وبين الست بتاعتي على اي حاجه، لو قلت صباح الخير تحصل اي مشاكل. تمام. عايز هجاوب حضرتك. فضيلة الشيخ هيجاوب على حضرتك. حاضر، هجاوب حضرتك. حاضر. حضرتك تسمعنا من التلفزيون وهتشوف رد الشيخ دلوقتي. الذي رأيت حضرتك هذه أسحار، مدامت أوراق مكتوب فيها طلاسم أو عقد، لكن كان واجب على حضرتك، وأنا طبعا أقدم هذه النصيحة للجميع لمن وجد ذلك، وهذا وارد يعني وموجود في بيوت كتير، لأن أصحاب الأذى يؤذون يعني حتى يعني إن بعضهم يؤذي أقرب الناس إليه إلا من رحم الله. فلما نلاقي حاجة زي كده، إذا كانت ورق نفكها، إن لم تكن فيها عقد، إن كان فيها عقد حبل أو خيط، أو نفك العقد. إن كانت ورق فقط نفتحها ونحرقها. بعض الناس يقول لك إيه، لو لقيت ورق حط ارميه في مية جارية، من ضمن الاختراعات بتاعت الناس يعني، أو حط عليه مية بملح أو ملح خشن، اختراعات برضو لا أصل لها. لا، تحرق الورق، وإن كانت عقد تفك، ويوضع علي بعد أن تصير ترابا يوضع عليها ماء مقروء عليه رقية شرعية. طيب، وجدنا هذه الأشياء وعملناها وفكناها، إن شاء الله تبطل تماما، لقوله تعالى إن الله سيبطله، وقوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. طيب، لو ما عملناش كده وفي مشاكل نسترقي، يعني نقرأ على أنفسنا الرقية الشرعية، نقرأ سورة البقرة، نحافظ على قيام الليل، أذكار الصباح والمساء. إذا لم نرتاح يبقى نذهب إلى راقي شرعي من باب الأخذ بالأسباب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الله أنزل الداء وأنزل لكل داء دواء. ستزول إن شاء الله كل هذه المشاكل بإذن الله إن شاء الله تعالى. معلش في اتصال آخر قبل برضو ما يبدأ في الصور. معنا حسن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
مع حضرتك حسن الجن. حسن؟ لا طول كده. خيمة ما وصلناش خيمة. طب ممكن نوطي التلفزيون شوية وتسمعنا من التليفون؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ماشي ممكن اوصل مع الشيخ ايمن؟ سامعك اتفضل. فضلت الشيخ مع حضرتك على الهواء مباشرة، اتفضل. ماشي يا شيخ ايمن. اتفضل حياك الله يا أخي. الله يعزك يا هشام. أنا مصاب معايا أصابة مس عاشق بين الفطرية. نعم؟ معايا مس عاشق بين الفطرية. من كم سنة؟ طب لحظة واحدة بس. مس عاشق. طب وش عرفه؟ معلش يعني حضرتك بس انت عرفت ازاي ان هو يعني مس عاشق او جن عاشق او ايه ازاي يعني؟ اسمعنا من التليفون يا استاذ حسن. شكرا قطع الاتصال. طيب رد علي برضو يعني هرد عليه. هو طبعا انا كمان هوضح لحضرتك انك طبعا استعجلت يعني بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. ما دام قال هذا اللفظ فاعرف انه عارف في ايه، ومدام قال مس عاشق بالذات تحت دي وكلمة دي انا عارف بتزعلك شويه، لكن هذا واقع يعني. واحنا لا نسمي كلمه مس عاشق الا اذا كان الامر تفحل. طب يا شيخ ما مش يعني مش الجن مخلوقات؟ الانس مخلوقات. طيب اصبر عليا بس هتضيع مني السؤال. واحده بتحبني مش مشكله. ايه المشكله؟ لا 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 نعوذ بالله من هذا الحب. اللهم يبتلينا ولا يبتلي الجميع. مش محسن يعني. بعض الناس بتقول كده يعني. لا ده مصيبه عشان بس مو مسلم. والله هذه مصيبه. هذه ربنا يعافينا ويعافيك. كلمه مس هو زي ما قلت لحضرتك اذا قال هذا اللفظ فاعلم انه يعلم الموضوع كاملا. تمام. واعلم انه ذهب لكثير من المعالجين سواء الاصليين الياباني او الاوانطا المضروبين يعني اللي هم الدجالين والعياذ بالله. فكلمه مس عاشق معناها جن تلبس بالبدن وصار فيه عده سنوات وتظهر بقى معاه اعراض غير المس الطبيعي، يعني تظهر معاه احلام فيها تحرشات جنسيه، اذى على البدن، خرابيش على الجسم، بقع زرقاء وحمراء و يكلمه وتكلمه. طبعا الرجل تعشقه الجنية والمرأة يعشقها الجني، وهذا واقع وشفناه بعنينا يعني. فأنصحه بقراءة سورة طه، يونس، النور، يوسف، ياسين، الصفات، الدخان، الجن يوميا. يقول لي بتعب، أقول له اقرأ سورة البقرة وأسم هذا البرنامج على مدى اليوم. علاج فتاك، اقرأ على ماء واغتسل به في كل يوم مرة، اقرأ على زيت زيتون وكل منه وادهن به. احرص قبل أن تنام أن تدهن بزيت زيتون أو بمسك أبيض برائحة طيبة، تكون نايم على وضوء تقول أذكار النوم، تقرأ سورة قاف، صاد، الملك، الزمر مع بعض السور التي ذكرتها، سيذهب ذلك إن شاء الله. إن لم ترتاح اذهب إلى راقي يقرأ على من فيك ويضعفه إن شاء الله عز وجل. تمام. طب ندخل بقى في الصور بقى. فضل. يعني هل الجن لهم صور معينة؟ آه يعني طبعا. مثلا ممكن يظهر مثلا قطة، ممكن الجن يتشكلون بكل ما يريدون، وهذه خاصية أعطاها الله عز وجل لهم وقدرة، كما أعطاهم الخفاء عنا ورؤيتنا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هم يتشكلون في صور حيوانات، نعم، القطط، الكلاب، زواحف، نعم، الثعابين، الحيات، عقارب، عناكب، بعضهم يتشكل في هذه الصور. يعني الجن يتشكل بكل هذه، نعم، طيور الحيوانات والزواحف. طب انا عارف مثلا انا في بيت دلوقتي ولقيت حيه تسعة. جميل جميل. اتفضلي. ثبت ذلك في السنه. اتفضلي. كم؟ لا طبعا. انت حضرتك دخلتنا في 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 سؤال جديد. من وجد مثل هذه الامور في بيته كيف يحكم ان هذه من الجن او هذه زواحف طبيعيه؟ الحديث الصحيح الجميل للصحابي في غزوه الخندق العريس رضي الله عنه الذي عاد من الغزوة وهو في الصحيحين، فرجع فوجد عروسه تجلس خارج البيت، ثم دخل فوجد حية كبيرة فضربها برمح، فقالت زوجته فوالله ما أدري أقتلها أولا أم قتلته هي أولا. ولما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للبيوت عوامر، وإن فمن رأى منكم ذلك فليؤذنه ثلاثة، وفي رواية فليحرج عليه ثلاثا، يعني واحد دخل بيته وجد ثعبان أو حية عافانا الله وإياك ما يجريش يقتلها. معنى الكلام إن الرواية دي أثبتت أن هذه الحية كانت جنا، لكن الصحابي تسرع
فلم يحرج عليها فقتلها فقتلته مباشرة. والحديث ثابت، وهذا رد على من أنكر أذى الجن الإنس ويقول لك ده هم أقوى مننا، وده صحابي، وهذا صحابي اللي بيقول أنا الحمد لله محصن نفسي واو لكنني أذيت، معنى كده إن التحصين وحش؟ لا، هذا ابتلاء. الدليل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنا وأنت أعظم من رسول الله؟ هل السحر الذي أصاب رسول الله أثر في رسول؟ نعم أثر في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخيل إليه أنه وهذا لا يقدح في عقله صلى الله عليه وسلم ولا رسالته، إنما هو مرض وابتلاء. وكما ذكرت إن الأمراض أربعة أنواع: مرض عضوي، مرض عصبي وما بنعرفوش إلا بالأشعة مقطعية، ورنين ورسم مخ، مرض نفسي، وهذا قليل من يصاب به، لأن طبعا الأطباء النفسيين إلا من رحم الله ينكرون ذلك أصلا. فبنقول هو خلل كيميائي في المخ وبنعرفه برسم مخ واو. أخيرا مرض رابع هو المرض الشيطاني، وهذا ابتلاء واختبار من الله عز وجل للعبد حتى وإن كان مستقيما على طاعة الله. فعلا يظن البعض ان مثلا خلاص والله ده انا بقرا قران وده كذا مش هيجي لي مش هيزيد. نزل البلاء ازلا، كتب في اللوح المحفوظ كما ثبت في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، مكتوب ان فلان هيقعد مع فلان، فلان هيتاذي في اليوم الفلان. نزل البلاء، هذا لا يقدح في عبادتي، انما هو اختبار من الله له. طب يتعالج ازاي؟ ده اللي هنقوله بقى ان شاء الله. قبل ما ندخل في برضه في الإيذاء والعلاج، في معنا اتصال. أم عمر من أسوان. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عمر، ازيك يا شيخ؟ حياكم الله. الحمد لله يا أختي. على فكرة أنا مع الشيخ. احنا عندنا شقة أحد أقاربنا يعني فيها دبدبة كثيرة بالليل في السقف. نعم، الدبدب كأنه أطفال بيجروا. أيوة. في السقف بشدة لحد أذان الفجر. وبعدين لما بنسأل صاحبة الشقة بتقول إن هي ده باستمرار، وإن هي شافت زوجها على مكانين، واحد في الأوبدية وواحد في الأوبدية في نفس اللحظة. أيوة الشيخ. حاضر حاضر، هجاوب حضرتك من أسوان. الأخت أم عمر من أسوان. حاضر. الدبدبة والصوت اللي بيحصل على الأسطح هذه بسبب عمار البيوت التي قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن للبيوت عوامر والعمار نوعان. النوع الأول يسكن في المراحيض أعزك الله، الحمامات في البيت، الخبث والخبائث. والنوع الآخر يسكن في الغرف، في الأوض، يسكن على أسطح المنازل في الخلاء. طيب، من وجد ذلك؟ ونحن كثير منا وجدنا ذلك. تكون الأخت قاعدة وتسمع صوت في المطبخ، تلاقي حاجة بتتقلب بالليل بالذات، لمبة بتنطفي، باب بيتقفل، صوت، تشعر أن أحدا ينام بجانبها، بعضهم يسمع أنفاس، دول عمار البيت. إذا وجدتم هذا الأذى أو دبدبة على السطح أو فاعلموا أن العمار فيهم شيء، فيهم أذى. طب نعمل إيه؟ نقرأ سورة البقرة كاملة ونرجع إلى ديننا، نرجع إلى ديننا، نقرأ الرقية الشرعية على ماء. يعني نفس الموضوع برضو لو فيه مثلا، عشان الأستاذ محمد عبد السلام بس كان بيسألني سؤال دلوقتي إن هو يعني ساكن لوحده في شقة والعمارة مش على شقتين بس، لسه مساكن جديدة، ده هيجي لنا مركز. طيب أكيد هيجي مساكن جديدة، فنعمل إيه في محمد عبد السلام بقى؟ يحصن نفسه برضو. لك بسمع إن في دبدبة فوق. طب الحمد لله إنه يعني هذا رد على من أنكر وجود الجن، ورد عملي سبحان الله. يعني اللي يعيش لوحده غير اللي عايش مع أهله في البيت. لكن من وجد شيئا من ذلك سواء وحيدا أو وطبعا احنا اتفقنا هنقول بعض القصص في آخر الحلقة. تمام. ليس من رأى كمن سمع، يعني تقشعر لها الأبدان. اللي يعيش لوحده أو يعيش في بيت بيسمع فيه مثل هذا الأذى، يسمع فيه مثل هذه الأصوات ويرى مثل هذا الأذى، اولا يستقيم. فاستقم كما امرت. استقيم يا محمد عبد السلام، استقيم يا استاذ محمد وكلنا. فاستقيموا اليه واستغفروا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فلا بد ان نستقيم كلنا على طاعه الله عز وجل. والله حافظ على الاذكار والصلوات يا شيخ. فعلا ان فعلا اي مشكله واي حاجه
والله من قصها بالبعد والقرب من الله تبارك. خلي بالك اللي قاعد لوحده خطره أكثر من اللي قاعد مع أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أو الوحدة، وقال لو تعلمون ما أعلم من الوحدة أو الوحدة بفتح الواو، ما سار راكب بليل وحده. فبنقول من ابتلي بالوحدة لظروف شغله هنا أو في غربة زي ما سافرنا الخليج واو، فليحصن نفسه، لأن معه سكان، والله معه عمار يرونه. فنعمل حافظ على صلاتنا، ما نتفرجش طول الليل على أفلام ومسلسلات وأغاني. وعايز تنام بهدوء؟ ما ينفعش. ننام على وضوء. والعبد إذا نام، إذا نام رجلا كان أو امرأة متوضئا بات في شعاره ملكا، فإذا قبض قال الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه قد بات طاهرا. فالوضوء حفظ، حافظ على وضوئك. أذكار النوم، آية الكرسي من أذكار النوم، كتاب جميل حسن المسلم الصحيح من أذكار اليوم والليلة، نحرص على ذلك. سينتهي أذى العمار إن شاء الله. معلش يا شيخنا نعطي حضرتك فيه مكالمة. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد. الله يذكر ذا الحال. أخبارك؟ تفضل. ذا الحال اللي خليه. الحمد لله رب العالمين. تفضل. شو حضرتك؟ من بني سويف. أحسن ناس بني سويف. أهلا وسهلا ومرحبا بأهل الصعيد. مركز إيه بقى؟ مركز الفاش. احسن ناس، اهلا بيك. تفضل. بقول لك طبعا انا من 10 سنين بشكي بضربات القلب السريعه وبروح للدكاتره ما فيش حاجه، اقول لك التهاب. تمام. في اي اعراض ثانيه يا شيخ استاذ؟ وضيق النفس وبيحصل لي زي نمل كده في الشمال، تنمل. تنميل. ورحت للدكاتره وما فيش، قالوا ما فيش حاجه. وبيحصل لي زي نمل كده وحرجان في المعدة على طول. طيب اخدت بالاسباب العضويه، كشفت، عملت رسم قلب، عملت ايه؟ يقولوا لي التهاب التهاب، ولفيت كتير يعني ما فيش. طيب. فايده والواحد يعني اي حاجه يخاف منها. حاضر هجاوب. حاضر. ماشي يا استاذ عيد. ماشي الشيخ هيرد على حضرتك. اتفضل يا شيخ. هو عرض الأعراض نفسه، العضوية. عرض نفسه على أطباء، على أطباء الأول طبعا. هجاوبه. الأعراض الطبية أو العضوية، أنا كراقي لما بيجي لي حد في مركز صيبة يقول لي أنا بشتكي بكذا وكذا وكذا، أقول له لو سمحت من باب وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هزي يا مريم فالرطب هينزل لك، أمرها الله بالأخذ بالأسباب. تمام. فخذ بالأسباب يا أستاذ فلان، اعمل تحليل، اعمل سي بي سي سي ار بي، اعمل تحليل وظائف كبد وظائف كلى، اعمل أشعة، اعمل إيكو على القلب، اعمل رسم قلب، الأمور سليمة، يبقى دي أعراض مس أو سحر أو عين. شوف احنا خدنا بالأسباب عشان ما يقولوش ده الرقاة. أيوة. بيشخصوا على طول. لا والله أنا حريص أن أطمئن على المريض اللي بيجي لي، وأن المريض يطمئن على نفسه. إذا لم يكن الأمر طبيا وعضويا فعرض نفسك على راقي شرعي. هذه أعراض مس أو سحر أو عين. الراقي طبعا يعلم الفرق بين ثلاثة. تمام. وهيمشيك على برنامج علاجي مؤقتا. اقرأ سورة البقرة يوميا وارجع لأول الحلقة السورة التي ذكرتها. حافظ على قيام الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل، اسمع، فإنه دأب الصالحين قبلكم ومرضاة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. تمام. مشاهدينا الكرام، مركز طيبة بقرية العزية، مركز من الأمح محافظة الشرقية، الأستاذ محمد عبد السلام يريد يحط الاسترابات بس كده والأرقام بتاعت المركز. تمام. يعرضها على الشاشة. مشاهدينا الكرام، اللي عاوزين التواصل بعد الحلقة في أرقام هتظهر دلوقتي على الشاشة وعنوان مركز طيبة للرقية الشرعية. شيخنا احنا اتكلمنا عن الجن هو ايه وانواع وكده. طيب هنكمل السؤال برضو في اتصالات. ام يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام يوسف. دكتور ايمن. ايوه تفضل، حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامي حضرتك تفضل. دايما الحمد لله بحافظ على صلاتي دايما في قيام الليل، بصلي الصلاه في اوقاتها. طيب. بس دايما مش يعني دايما ما فيش، بنسى كتير. وهي حياتي اليوميه عامه بتبقى كده. حاضر. في اعراض تانية ظهرت على حضرتك؟ الاول نسيان دائم وعصبيه زياده. طيب في احلام مزعجه، كوابيس، في علامات ظهرت على البدن؟ لا الحمد لله، انا دايما حتى الرؤى اللي بشوفها بعد قيام الليل الحمد لله ودايما بتتحقق. طيب هجاوب حضرتك. حاضر.
أوصيك بتلاوة القرآن وحفظه، فإن من داوم على القرآن، وهذا علاج للنسيان. طبعا هذا الذي قلناه في أول الحلقة، إن مش كل الأعراض أعراض مس أو سحر أو عين، ربما يصاب الإنسان بالنسيان، يصاب بالسهو، يصاب بعدم التركيز، فنقول له قرينك شديد عليك. القرين ما من هو القرين؟ القرين شيطان يسكن البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فأقول لها داومي على، فكل من قرأ القرآن وداوم على حفظه كان أعظم ذاكرة من غيره. لو عمرك 100 سنة تلاقي الذاكرة رجعت وقوة وقويت. طب يا شيخنا، قبل ما ندخل بقى على إيذاء الجن للإنس، معلش يعني حضرتك، ما يعني مش اشمعنى يعني مصر والدول العربية أو الدول العربية عموما عندهم مس يعني؟ يعني حتى معلش مع احترامي لجميع النساء وإني أقدرهم جيدا، يعني أكثر المتصلين. وأنت تقدر ما تقدرهمش؟ ده المدام تزعل منك. لا، أنا أقدرهم يعني مش عشان خاطر المدام، أقدرهم عموما يعني. لكن بس فعلا في حقيقة ليه أكثر النساء هم اللي بيجيلهم مس أو جن مثلا أو لبس؟ جميل جميل. أولا سؤال حضرتك، وليه برضه حاجة ثانية، مش اشمعنى احنا كمسلمين أو كعرب قصدي كده؟ سؤالين، السؤال الاول اشمعنى العرب والمسلمين، والسؤال الثاني اوروبا يعني بالذات يعني النساء. اوروبا ما فيهاش عفاريت؟ فيها مليانه، كلها عفاريت. امريكا ما فيهاش عفاريت؟ كلها عفاريت. الهند ما فيهاش عفاريت؟ حاضر. دول سؤالين في سؤال واحد. السؤال الاول ساله لي رجل فاضل، صديق حبيب، عميد كليه الطب، وقال لي: يا دكتور ايمن، اشمعنى العرب والمسلمين اللي بيتلبسوا؟ يعني ما فيش غيرهم؟ وهو طبعا من الذين ينكرون اذى الجن، وانا تكلمت معاه في عده ساعات لحد ما نشف ريقه، والحمد لله اقتنع، الحمد لله. فانا هرد على حضرتك وعلى كل من استغرب من ذلك. يعني اولا، من قال ان غير العرب والمسلمين لا يصابون فهو لا يعلم باذى الجن، فهو اما جاحد او جاهل، قولا واحدا. هو ما يعرفش، ما يعرفش. لا، بعض الناس يرى ويجحد ذلك ويقول لك انا مش مصدق الخزعبلات دي. نقول ان شاء الله لما تبتلى تعرف. هذا الامر موجود في كل بلاد اوروبا، وانا يعني لي اخوه سكنوا اوروبا وزاروا اوروبا، ولي اصحاب ولي اقارب واوا شافوا بعينيهم هناك، وانا على تواصل مع كل الناس، وبيتصل علي من اوروبا وافريقيا واسيا ناس يقولوا لي بيتنا فيه واتاذينا بسبب كذا وكذا. كنائسهم تمتلئ، دور عبادتهم اليهودية أو النصرانية، حتى البوذية أو الهندوسية، تمتلئ بالذين أوذوا من الجن، لكن هم ما بينشروش أخبارهم، إحنا فاتحين نفسنا. لكن عندهم أذى وأصعب من أذانا كمان، لأن هم طرائق قددة. تمام تمام. الوقت يمر سريعا يا شيخنا، والأستاذ نادين مش عارف يعني مستعجل علينا. مستعجل علينا جدا. كمل بس عشان نكمل. لا ان شاء الله هنكمل ان شاء الله. يعني دلوقتي خلاص، ليه النساء بيتصابوا؟ لا ما ايوه انت، لان المراه ضعيفه تصاب بالعذر الشرعي، تقصر الا من رحم الله طبعا. تمام. بتنشغل كثيرا بالبيت، فهم بيتاسدوا على الاطفال وعلى النساء. تمام. يعني كده خلاص احنا اقتنعنا ازاي بقى الجن بيؤذي الانس. بس في برضه عجاله عشان طرق الوقايه عاوزين نقولها برضه. في لا، ده احنا لسه عندنا قبل ما نقول. ما هو عشان فاضل 10 دقائق. طيب ماشي. كيف يؤذي الجن الانس؟ يتلبس ببدنه. ازاي؟ الجن ريح. واحد يقول لك ده الجن مخلوق من نار، انتوا بتكذبوا يا مشايخ، ازاي يدخل؟ اقول له: والانس مخلوق من طين. هل الانسان الان طين ولا لحم دم؟ هل ظل على هو الاصل الطين، كما ان الاصل في الجن النار. تمام تمام. والجنه خلقناه من قبله من نار السموم. من نار السموم. طيب، يدخل بدن الانس لانه هواء ريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل عشان كل انا حريص على كده، كما قال أبو أيوب السختياني، قال: نحن أهل السنة لا نحك رؤوسنا إلا بدليل. ولذلك الدليل من الكتاب والسنة هو عنوان الفلاح في الدنيا والآخرة. الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، يدخل البدن فيتسبب في أذى. وهنا الذي تكلمنا عنه في حلقة سابقة،
سحر المرض هل ممكن يكون مرض بسبب جن؟ والله ممكن، آلاف مؤلفة من الحالات. هل ممكن يصاب البدن بأمراض جلدية بسبب الجن؟ لكن بنقول ناخد بالأسباب الأول، طبيب عضوي عشان ترتاح. الطب قال لا ما نشفي زي آلاف الحالات اللي شفناها، نقول ده سبب الجن. وأنا ذكرت في آخر حلقة مع حضرتك حالة سرطان شفاها الله عز وجل بالرقية الشرعية، أقسم بالله بجلسة واحدة، سرطان كان سببه سحر مرض. حتى أن طبيب الأورام قال للأخت قولي لي اتعالجت إزاي، فالقرآن شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. تمام. قول يا أستاذ محسن. طب يعني برضو يعني كده الوقاية اللي احنا نلتزم، تمام كده، يعني احنا برضو لخصنا عشان الوقت، يعني نلتزم كمسلمين بما أمرنا الله ورسوله فاستقم كما أمرت، نحافظ على صلاتنا. السنن يا جماعة، سنن القبلية والبعدية، أذكار الصباح والمساء المضاد الحيوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وسمع ثلاث مرات لم يضر شيء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يضر شيء حتى يصبح. مضاد حيوي 24 ساعة. نقرأ الأذكار، نحافظ على قيام الليل، نطهر أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا من المعاصي، نأخذ بالأسباب. فإذا وقع البلاء فهو مكتوب أزلا، نأخذ بأسباب الشفاء وما نروحش للدجالين بتوع أبو مناية وأبو كباية ولع شمع في الحمام وبخور جاوي، دجالون زي ما حضرتك بدأت الحلقة. كتاب ربنا عز وجل موجود، الالتزام، قراءة القرآن، نعم، يعني ونعلم أولادنا، نرقيهم. تمام. نسترقي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ترقي أمنا عائشة فقال عالجيها بكتاب الله، فأثبت. بل رقى رسول الله، سيدنا جبريل رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء أذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. الموضوع العين والحسد ده بعدين بقى موال تاني، ده موال تاني خلص ناي، بس حاول. طيب أسباب أذى الجن الإنس صحيح، يعني بيزين ليه أسباب أذى الجن الإنس دي عاوزة حلقة الوحدة، لأنها طبعا لأنه موضوع كبير، موضوع كبير. خلي في حلقة جاية بقى خلاص على بركة الله، إن أحيانا الله عز وجل كنا من أهل الدنيا نكمل إن شاء الله. برضو يعني عشان برضو نصيحة كده للسادة المشاهدين الإخوة والأخوات، نصيحة كبسولة بسيطة كده عشان نختم إن شاء الله تعالى. أذكر نفسي وإياكم بقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قرن الله بين الإيمان والعمل، فلا يعقل أن يقول الإنسان أنا مؤمن وهو لا يصلي، أو تقول أنا مؤمنة وهي لا تلبس الحجاب، قلبي زي البفتة البيضة وهي تحارب شرع الله، وتقول لها يا أختي تحجبي، تقول لك الحجاب مش فرض، ده الحجاب ده مستحب. المهم ده، المهم القلب. لا والله، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن الذين آمنوا وعملوا، فينبغي علينا أن نأخذ بأسباب الشفاء. وأعظم أسباب الشفاء اللجوء إلى الله والعودة إلى الله والإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي والذنوب. فإن الإنسان يحرم الرزق بالذنب يصيبه كما ثبت عن رسول الله. أصحاب رسول الله لما عصوا أمر رسول الله في غزوة أحد الرماة قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يبتلى العبد وهو بعيد عن الله ويقول لك ليش معنا يا رب، ويجي لي الأخ يقول ده أنا بتصدق وبعمل، وهو ترك للصلاة وهو مدمن أغاني. والله من أعظم أسباب الأذى الأفلام والمسلسلات والأغاني، البعد عن الذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة 100 مرة. رسولكم صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ولما سألته أم عائشة قال أفلا أكون عبدا شكورا. فلنحرص على طاعة الله. القرآن، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم سيسأل العبد يوم القيامة عن هجر القرآن، هجر تدبره وهجر حفظه وهجر تلاوته وهجر العمل به، قال وهجر الاستشفاء به. فلنعود إلى القرآن. تمام. ولن نحتاج إلى أحد إن شاء الله. تمام. في أقل من نصف دقيقة يعني حضرتك تنصح الذين يدعون أنهم رقاة، تنصحهم نصيحة؟ أنصح هؤلاء، أقول موضوع كتر أولي مني. طبعا هي الآن أصبحت سبوبة، ذكرهم بالله تبارك أنا دائما أقول
والله لا نريد لكم إلا الخير. لا تنطبق عليكم الآية. هيقولوا أنت بتحاربهم يا شيخ. سبحان الله. سبحان الله. في قوله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنت على خطر عظيم، أنت كاهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، والحديث صحيح الشيخ الألباني صحيح، من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له، ومن أتى عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا ادعيت الكهانة وكنت من الذين يدعون علم الغيب ويستعينون بالشياطين ويكفرون من أجل المال، ستدخل النار وستكون سببا في دخول غيرك النار. الراقي الشرعي هو الذي يرقي بكتاب الله وبسنة رسول الله فقط لا غير. أصبحت الآن تجارة. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. نعود إلى الله بس، وإياك الله يحفظ، نرجع إلى الله تبارك وتعالى في كل خطوة نخطاها نخطوها. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، والموضوع عاوز حلقات كثيرة إن شاء الله بإذن الله. يا ربي بقى الناس مشاهدينا الكرام، الناس اللي مش مقتنع يعني في جن، والله في جن يا جماعة، وده يعني ثابت ثابت في القرآن والسنة. لا وثابت في القرآن والسنة، ما نقدرش احنا نتكلم عن القرآن والسنة في حاجة، والأحاديث الآيات قرآنية وحديث، ما نقدرش نتكلم. مشكرين جدا على حضورك الكريم النهارده يا شيخنا الفاضل دكتور ايمن علي، محاضر جامعي وراق شرعي، والمشرف العام على مركز طيبه بقريه العزيزيه، مركز منيا القمح محافظه الشرقيه. مشاهدينا الكرام، التليفونات موجوده على الشاشه، اي وقت تتصلوا بالشيخ، الشيخ ما بيتاخرش على حد، رد على الجميع. تمام. شرفتنا يا شيخ، وان شاء الله على وعد بلقاءات اخرى كثيره ان شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والجمال السماحة والإجابة والسؤال، دين التبسم والحوار بلا جدال.